مقر الرئاسة الروسية تعرض لمحاولة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنت موسكو. الكرملين كلمة تعني القلعة التي تحمي مركز المدينة وأهم الإدارات فيها. كل المدن التاريخية الروسية تحتوي على كرملين خاص بها. المبنى ذو القبة الذي تابعنا لقطات له هو مجلس شيوخ الكرملين الذي يطل على الساحة الحمراء، وهو إدارة تابعة للرئاسة الروسية ويبعد قرابة 500 متر عن القصر الرئاسي. تابعنا لقطات الانفجار، وكما أعلنت موسكو فقد تم تعطيل وتفجير الطائرتين المسيرتين بواسطة الدفاعات الإلكترونية في الكرملين دون حدوث أضرار مادية أو بشرية. روسيا لم تعلن أي تفاصيل، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الهجوم نفذ بواسطة مسيرات تجارية أطلقت من مسافة غير بعيدة من شارع موخوفايا غرب الكرملين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.